السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج لعبة الأمم عبر قناة الميادين. إسرائيل تقتل، ليس الأمر جديدا. إسرائيل تجتاح غزة، بات الخبر عاديا. إسرائيل تغتال مناضلين في دول عربية وأجنبية. إسرائيل تسرق ما بقي من فلسطين. إسرائيل تهود البشر والحجر والجغرافيا والتاريخ. إسرائيل تحفر تحت المسجد الأقصى وتحفر في حضيض ضمير النظام العربي. كل ذلك خطير، لكن الأخطر على الإطلاق هو اعتياد العرب على ما يجري وكأنه بات شيئا عاديا لا مفر منه. الآن وفيما أبناء غزة الصامدون الصابرون المقاومون بلحمهم العاري وأطفالهم يبلسمون جراح العدوان الأخير، فكرنا كيف يمكن أن نهز قليلا بعض الضمائر. بحثنا عن وسيلة قتل أخرى بطيئة وطويلة وخبيثة تستخدمها إسرائيل للقضاء على فلسطين وأهلها. نعم، للقضاء على كل فلسطين وعلى كل أهلها وتصفيتهم. وجدنا وبفضل أطباء أجانب في معظمهم وبعض الشرفاء من الأطباء العرب والفلسطينيين أنه بعد كل اجتياح وحرب تتزايد أمراض السرطان على نحو خطير، يتزايد عدد الأطفال المشوهين خلقيا، تتكاثر حالات العقم عند الرجال والتسمم وسوء التغذية والأمراض المعدية، ناهيك عن مصيبة المياه الملوثة بنسبة تفوق 90% في غزة. غزة تتعرض إذن لما قال عنها طبيبان بلجيكيان: التصفية العرقية الاجتماعية من قبل آخر وأسوأ نظام عنصري في العالم. كيف يصاب الناس بالسرطان وبكل هذه الأمراض؟ ما هي الأسلحة التي تستخدم؟ هل أن القطاع الطبي في غزة يستطيع مواجهة الحروب فعلا؟ لماذا لم تلجأ السلطة الفلسطينية ولا أي سلطة عربية لمحاسبة إسرائيل وملاحقتها بجريمة نشر كل هذه الأمراض الخبيثة والخطيرة؟ لكي نفهم ونشرح ونؤكد علميا فقط، اخترنا لهذه الحلقة أهل الاختصاص من عرب وأجانب. ورحب بداية بصاحبة الضمير الحي البروفيسور باولا مادوكا، أو مندوكا بالأحرى، الأخصائية في علم الجينيات والوراثة في جامعة جنوة الإيطالية. أهلا وسهلا بك بروفيسور. والتي سيذكر التاريخ أنها كشفت علاقة بعض الأسلحة الإسرائيلية بأمراض خطيرة. ورحب كذلك بالطبيب الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة، رئيس قسم جراحات التجميل في الجامعة الأمريكية في بيروت، والذي يترك عادة عائلته هنا في لبنان ويذهب إلى غزة لبلسمة جراح الضحايا في خلال الحروب. سينضم إلينا في سياق الحلقة أيضا السيدة عدالة بومدين، رئيسة جمعية الحق في الحياة في غزة. هي ستكون معنا من القاهرة ولكن قلبها في غزة، حيث أقامت أهم المراكز لمعالجة ظاهرة توحد الأطفال الذي دمرته إسرائيل. ومعنا أيضا سينضم في هذه الحلقة الدكتور حسن زيادي، الأخصائي النفسي في برنامج غزة للصحة النفسية من غزة، وهو فقد عائلته في العدوان الأخير أيضا. أهلا بكم جميعا إلى هذه الحلقة من لعبة الأمم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وأهلا بضيوفي الكرام، ونستهل هذه الحلقة بمشاهدة ماذا يقول الفلسطينيون. هل فعلا يخشون على أنفسهم من أمراض السرطان؟ هل يلاحظون أنه في أمراض سرطان تتزايد وأمراض أخرى بعد كل اجتياح؟ نشاهدهم ونعود إلى النقاش. في الحرب اللي فاتت هذه تم إلقاء كم كبير من المواد الكيميائية، يعني الأعراض هذه حتبين خلال فترة زمنية أعتقد أنها تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات. اليوم بتلاقي أمراض جلدية موجودة، يعني كل هذا سببه الأسلحة المحرمة التي ألقت إسرائيل ولم تبالي. مش فقط الناس المتضررة بالحرب هي اللي حتتضرر، كمان المواطنين السالمين مثلنا، إحنا هيكون فينا أمراض لقدام بسبب هاي المنتجات اللي بتنزل على السوق وكلها مشبعة بمواد كيميائية. حتى بنعاني كمان في السمك اللي بناكله من البحر، نفس القصة. أولادنا صغار إحنا خايفين عليهم من الأمراض السرطانية، لأن كل يوم صرنا نكتشف 5 6 حالات، وبدنا يعني مش قادرين إيش نعمل. قصة زي هذه اليهود ما خلوا شيء إلا جربوا فينا، عاملين حقل تجارب هنا في الأمراض هذه. هذا ما يقوله الناس. بروفيسور مندوكا، أبدأ معك لو سمحتي، أهلا وسهلا بك في هذا البرنامج. أود أن أعرف، هل قلق الناس مبرر؟ هل معهم حق أنه يخافوا من أمراض السرطان بعد كل حرب؟ ولماذا حضرتك اهتميتي بغزة وذهبتي إلى هناك؟
Well, start from the end. I went to Gaza because there was obviously a situation. طبعا لأن الوضع مأساوي. وطبعا لأنه جرى استخدام أسلحة يمكنها أن تؤدي إلى نتائج طويلة الأمد على سكان غزة. لقد عملت طوال 30 سنة على تطور هذه الأمراض الجرثومية وفقا للبيئة المحيطة. قصدت غزة إذن لأنه من الأرجح أو من الممكن أن يؤدي استخدام الأسلحة إلى التأثير بالسكان. كان بإمكاني أن أختار سرطان أو أن أختار علم الوراثة، لأن الاثنين من الناحية البيولوجية يمكن استخدامهما من الآلية نفسها، ويمكن لنفس المواد أن تؤثر بالمرضين. لذلك الأولوية بالنسبة لي كانت أن أركز على أمراض الوراثية أو أمراض التناسلية، لأنها ستسمح لنا بدراسة إمكانية تناقل هذا المرض من جيل إلى آخر، وهذا أمر ممكن ولكنه لم يظهر حاليا، ظهر فقط في بعض الحالات. ما يهمنا هو هل للأمراض الجينية الوراثية التي اهتميت فيها علاقة بالحروب الإسرائيلية فعلا كما طرحت في بعض الدراسات التي سنشاهد بعض نصوصها بعد قليل؟ يعني هل الحرب تؤثر فعلا على الناس، وهل قلق الناس مبرر؟ بناء على دراساتنا ظهر منذ بداية استخدام هذه الأسلحة عدة ولادات تشوبها أمراض خلقية، وسجلنا أنه منذ العام 97 بدأ ازدياد عدد هذه الولادات التي تعاني من الأمراض الخلقية. إذن من دون أدنى شك ثمة علاقة بين هذا الوضع، وتأثر السكان باستخدام الأسلحة من هذا النوع. نحن ندرك أن الأسلحة من هذا النوع تتضمن عدة مواد خطيرة، ونحن ندرك أن هذه المواد تبقى في جسد الأشخاص الجرحى الذين تطالهم الأسلحة ذات الشظايا، وبالتالي توزع هذه الأمراض من خلال الشظايا، وذلك طبعا بعد تفجر الذخيرة في الهواء تتشتت كل هذه المواد نحو الأرض. إذن من دون أدنى شك لدينا ارتفاع في عدد الأمراض. لقد درسنا أيضا أنه في حال وجدنا علاقة بين إنجاب الأطفال الذين يعانون من الأمراض التناسلية التي تؤدي إلى الأمراض الخلقية إضافة إلى تعرض الأهالي من جهة أخرى إلى كل هذه الحوادث، ووجدنا علاقة واضحة وجلية بين التعرض بشكل خاص للفوسفور الأبيض إضافة إلى إنجاب الطفل الذي يعاني من أمراض خلقية. إذن ثمة علاقة بين تعرض الفوسفور الأبيض وإنجاب الأطفال الذين يعانون من الأمراض الخلقية. ربما يعتقد أهل الأطفال أنهم تعرضوا لهذا الفوسفور. لذلك أردنا أن طبعا نتصل بفريق الأمم المتحدة في غزة الذي يعمل على جمع الأسلحة المتفجرة وغير المفجرة، ويمتلك فريق الأمم المتحدة خرائط وسجلات بكل الأسلحة المجموعة، وتعاونوا معنا لرؤية ما إذا كان لدينا علاقة بين إعلان العائلة للتعرض لهذه الأسلحة وبين سجلات الولادة، وكان لدينا علاقة واضحة وجلية وقال الأشخاص الحقيقة. إذن كان أولئك الأشخاص قد تعرضوا للفوسفور الأبيض وأنجبوا أولاد يعانون من مشاكل خلقية. سأطلعك على الكثير لاحقا. كما تفضلت سنبحث التفاصيل أكثر بعد قليل. دكتور غسان،
حضرتك ذهبت من الجامعة الأمريكية في بيروت، يعني إنسان مثلك يعيش نعيم الحياة، درس في بريطانيا ويعمل في أهم واحدة من أهم المستشفيات في لبنان، تقرر أن تترك عائلتك تذهب إلى غزة، طبعا لأنك فلسطيني بالدرجة الأولى، ولكن عندك ضمير لتساعد هؤلاء الناس. الآن شهدنا أنه الناس خايفة أنه هل الحروب تؤدي فعلا إلى انتشار أمراض السرطان؟ أريد أن أسألك علميا، هل فعلا هذه الأسلحة تؤدي إلى السرطان وإلى أمراض أخرى؟ الاستخدام المفرط لأنواع مخصصة من المتفجرات أدى إلى إشباع البيئة بقطاع غزة بمعادن ثقيلة. هاي المعادن الثقيلة لما توصل للأنسجة الإنسانية بتحدث تغير سرطاني بهذه الخلايا. احنا بنعرف انه بال2008 اول مره شفنا سلاح الدايم بيستخدم، وبهذه الحرب استخدم بطريقه اكثر انتشارا. سلاح الدايم هو عباره عن قذيفه تحدث رذاذ مكثف من معدن التنغستن. كل الابحاث اللي نشرها الجيش الامريكي تؤكد انه القناة اللي بيحدثها شظية التنغستن بتتحول الأنسجة فيها إلى خلايا سرطانية وبتحدث سرطان بالمريض. يعني الدايم هو بالأساس سلاح أمريكي. نعم. أعطي لإسرائيل. وهو سلاح ضد ويستخدم الأفراد. ويستخدم بشكل دائم. ويستخدم بال2008 كتجربة. وبعدين استخدم بطريقة أكثر انتشارا بالحرب هاي. الجزء الثاني. القذائف اللي من الطن أو 600 كيلو جرام اللي تعتبر هي قذائف معادية للاستحكامات اللي داخل الأرض، هذه الوعاء اللي بيحفظ القذيفة نفسه معمول من هذه المعادن الثقيلة. لحظة الانفجار هذه بتنصهر المعادن وبتتحول لشظايا، وهي الشظايا كمان تحدث تغيرات سرطانية بالأنسجة اللي موجودة بالمرضى المصابين. طيب، وجدنا الآن أنه في أمراض وراثية بسبب هذه الأسلحة، العلاقة مباشرة واضح حسب البروفيسورة، وأيضا المواد التي تؤدي إلى السرطان عند الفلسطينيين. لنشاهد بعض الحالات في هذا التقرير المهم في الواقع لزميلتنا لنا شاهين ونواصل النقاش. الدكاترة في القدس بيستغربوا أنه من صغر سني أنه مريض في مرض السرطان، أنه شاب زي صغير في السن. فالأسباب هم طبعا زي ما قالوا لي أنه هاي من الفوسفور الأبيض اللي ألقته القوات الإسرائيلية أثناء الحرب على قطاع غزة في 2008. من المركز الثالث إلى الثاني قفز مرض السرطان كأحد الأمراض المسببة للوفاة في فلسطين عموما. أما غزة ووفقا للجنة فرنسية فإنه من المحتمل أن تكون التربة حاضنة لآثار يورانيوم منضب، لكن ما هو مؤكد جدا أن معدل انتشار السرطان بين الغزيين يتفاقم بنسبة 10% من عام إلى عام. تبين التقرير أن هناك 70 طن يورانيوم منضب منتشر في أنحاء قطاع غزة بفعل حرب 2008-2009. اليورانيوم المنضب معروف، التعرض البشري لها يؤدي إلى حدوث العديد من الأمراض، أهمها طبعا اللي هو حدوث السرطانات. الحصار الإسرائيلي أيضا متهم رئيس في مأساة ضحايا السرطان، فبعدم السماح لدخول قطاع تحديث الأجهزة الطبية وحظر اليود المشع يصبح التأخر في تشخيص الداء وعلاجه بابا مفتوحا لاستفحال المرض العضال. أصبحنا لا ندري مصادر المبيدات الحشرية اللي ترش فيها المزروعات، قصة عدم فلترة مياه المجاري اللي بتنزل للبحر، المواتير الشغالة 24 ساعة. طبعا ملاحظ انه في ازدياد بنسبه الكانسر من بعد الحرب الاولى حتى اليوم. بالسابق مثلا بال2011 يعني مثلا كل اسبوع تسجل حالتين، احنا يوميا تسجل عندنا 5 حالات. في عامين فقط ارتفع عدد المرضى من 11,000 حالة مرضية إلى 13,000، ومريض غزة يتأرجح بين الحياة والموت. مطالبات بإرسال اللجان الدولية لكشف ماهية ما تلقيه إسرائيل من مواد متفجرة على غرار تقرير جولدستون، والذي أكد استخدام الاحتلال للفسفور الأبيض المحرم دولياً. لنا شاهين، غزة، الميادين. شكرا.
شكرا لنا وشكرا أيضا للمرضى الذين قبلوا أن نصورهم، نتمنى لهم الشفاء العاجل. في الواقع كما تلاحظون يعني من 11 ألف حالة إلى 13 ألف حالة كل يوم في حالات سرطانية جديدة، الواضح أنه هذا له علاقة مباشرة بالأسلحة الإسرائيلية. على كل حال إذا شاهدنا ما يقوله الاختصاصيون يؤكدون ارتباط العدوان بنشر السرطان. مثلا رئيس قسم الأورام في مستشفى الشفاء الحكومي خالد ثابت، أكيد بتعرفه دكتور غسان، يؤكد أن نسبة السرطان تزداد خلال الأعوام الخمسة القادمة بشكل مضاعف في قطاع غزة بسبب اليورانيوم الإسرائيلي. السرطان يبدأ بالظهور عادة بعد 5 إلى 10 سنوات، وأن كل عام هناك 1000 حالة سرطان جديدة في القطاع. محمد عطية طبيب السرطان في مستشفى الشفاء أيضا يقول لاحظنا ارتفاعا بسرطان الدم والأمراض الأخرى، معظم المرضى يأتون من الأماكن التي استهدفتها الطائرات الإسرائيلية بالأسلحة الكيميائية الممنوعة. وزير الصحة السابق باسم نعيم يقول إن الغزيين استنشقوا مواد تحتوي على الفوسفور المحرم دوليا، وإن فريقا طبيا فرنسيا زار القطاع وفحص المتفجرات والقذائف فتبين أنها تحتوي على 90 مادة تسبب أمراض السرطان والعقم وهشاشة العظام والتهابات في القصبة الهوائية وضعف المناعة وغيرها. أحمد الراوي مصاب بالسرطان منذ عام 2012، نقلت كلامه صحيفة العربي الجديد، يقول إن فحص دمه في مختبرات خارجية تبين أنه تعرض لمادة سامة بعد إصابته أثناء الحرب، ما أدى إلى تكاثر الخلايا السرطانية. كل هؤلاء الأطباء دكتور غسان تعرفهم وشاهدتهم، يعني كل هذه التأكيدات إذن مرتبط السلاح الإسرائيلي بهذا النوع من السرطان. السؤال ماذا يفعل الأطباء؟ هل هم قادرون على حماية المواطن؟ وماذا تفعل السلطة وماذا يفعل المجتمع الدولي؟ يعني وكأنه في إبادة فعليا للشعب لأهل غزة بالسرطان والأمراض. الحصار يمنع دخول الأجهزة اللي بنحتاجها لدراسة هذه الظاهرة. يعني من 2008 كان في محاولات لإدخال جهاز جايجر اللي هو بيفحص نسبة الإشعاع بالجو، وما تم إدخال هذه جهاز جايجر. أي من جايجر وين كاونتر. كان لازم يدخل يعني مكان. محاولة إدخاله عن طريق رفح أو عن طريق إيرز. أوكي. إسرائيل رفضت. إسرائيل رفضت. كيف شو كانت حجة رفضها؟ يعني ما إنه هذا جهاز مرتبط بالأسلحة ذو المواد الكيماوية ذو الاستخدام المتبادل دول يوز. الجزء الثاني هو أنه الحصار يمنع خروج المرضى المصابين بالسرطان للعلاج بالخارج. يعني إسرائيل جماعيا تبتز الشعب الفلسطيني بقطاع غزة عن طريق حرمانه من الخروج للعلاج عن طريق الحصار. ونعرف إحنا من اعترافات أطباء ومسؤولين إسرائيليين إنه الحالات فردية لما يقدم طلب المريض ليروح يتعالج بالمستشفيات الإسرائيلية، إسرائيل بتحاول تبتزه لأسباب أمنية مقابل الحصول على العلاج. يعني خلينا نوضح الفكرة، إسرائيل إن أرادت أن تعالج شخصا أو أحدا من عائلته يجب أن يصبح جاسوسا عندها. نعم، وكان الأسبوع الماضي في رسالة احتجاج من بعض الضباط اللي بيخدموا بوحدة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي، يقولوا أنه المريض الفلسطيني اللي بيقدم على طلب للعلاج داخل المستشفيات الإسرائيلية يساوم على علاجه مقابل تقديم معلومات عن أي قريب مطلوب أمنيا لدى إسرائيل. طيب لو الآن مثلا في دول متعاطفة مع الشعب الفلسطيني، بنأخذ كوبا مثلا، طب لو قررت إرسال مجموعة من الأطباء لمعالجة مرضى السرطان في داخل الأراضي الفلسطينية أو غزة، هل يسمح لها أو يعاني الطبيب للوصول إلى الداخل وممنوع ويعاق عمله؟ من وقت حرب 2008 جرت عدة محاولات لإنشاء برامج تدريبية لرفع الكفاءة بالقطاع الصحي الفلسطيني، باءت بأغلبيتها بالفشل لأنه الحصار منع دخول هذه الأطقم الطبية للعلاج أو للتدريب ورفع كفاءة القطاع الصحي. الحل الأساسي لرفع الكفاءة داخل القطاع الصحي هو تدريب الجيل الجديد من الأطباء والممرضين بقطاع غزة. بدون ما يفوتوا الفرق الطبية ليعملوا هذا التدريب أو ينسمح
الأطباء والممرضين لمغادرة قطاع غزة للتحصيل العالي، الوضع الصحي مش بس حيكون بهذا الوضع السيء، حيتفاقم، لأنه الجيل اللي قدر يتخصص قبل ببريطانيا وبألمانيا وبفرنسا قارب على سن 60 وما فوق. معناها في عندك هو كبيرة بالكفاءة ما بين الجيل اللي قائم عليه القطاع الصحي والجيل اللي بيجي بعده على طول، اللي هو حرم بسبب الحصار من مغادرة قطاع غزة أو التحصيل العالي باستخدام الفرق الطبية لقطاع غزة. طيب بروفيسور مادونكا، رأيت أنك تبتسمين حين تحدثنا هل إسرائيل تقبل بدخول أطباء بمساعدة مرضى السرطان، يعني عندك تعليق حول الموضوع؟ أجل، يبدو أن الطاقم الطبي لا يسمح له بالدخول إلى قطاع غزة. قلة من الأشخاص سمح لهم بالدخول وقلة حصلوا على إذن الدخول، وذلك حتى في الفترة التي كنا بحاجة أقصى إلى الطاقم الطبي. من الصعب جدا للأطباء وللممرضين الذهاب إلى غزة لتقديم المساعدة لأنه يصعب عليهم عبور الحدود، وطبعا حتى عبور الحدود من مصر كانت صعبة. حضرتك مثلا وحتى مصر لا تسمح لهم بالدخول، حضرتك من قبل الإسرائيليين بالدرجة الأولى كان يسمح لك بالذهاب والعمل بشكل طبيعي في الداخل، أو تعرضت لضغوط، تعرضت ربما لتهديد لشيء ما من قبل الإسرائيليين؟ لم أحاول أن أدخل غزة عبر إسرائيل، لأنه أول مرة ذهبت إلى غزة نشرت دراسة أظهرت فيها أن المعادن السامة ألقيت في البحر وتؤثر بالسمك. تلك الدراسة طبعا أدت إلى عدة ضغوطات شخصية علي في الصحافة إلى آخره. طبعا لذلك لم أحاول حتى الدخول إلى غزة عبر إسرائيل من المرة الأولى، لذلك دخلت من مصر. طالما تحدثت عن الدراسة بروفيسور، خلينا نشوف، دعينا نرى أبرز النقاط التي جاءت في دراستك، وأمل أن تصححي لي بعض الأسماء، أنا مش كتير خبير بالأسماء الطبية. طيب، أجريت الدراسة التي قامت بها البروفيسور مادونكا على عينات تم أخذها من التربة الفلسطينية وجدت بها مواد سامة ومسرطنة، إضافة إلى خصل الشعر للجرحى والشهداء وجثامينهم. عينات الأنسجة أخذت من أجسام 15 شهيدا، صحيح، والجرحى الفلسطينيين. تبين أنه في كل مجموعة من الجرحى وجدت مواد مسرطنة مثل اليورانيوم والأرزنك والكادميوم والزئبق والكروم والزرنيخ والنيكل، مواد تتسبب في حدوث سرطان لمن يتعرض لها بنسبة عالية مثل صحح لي اياهم دكتور، الكوبل اللي هو احد المعادن الثقيلة، والفانديوم احد المواد الكيماوية المسرطنة، والنيكل بيؤدي الى فشل كلوي وفشل بالكبد اذا وصل حد التسمم بالجسم. اوكي، ومواد تؤدي الى تسمم في الأجنة والجينات وتشوه في نمو الأجنة. بعض هذه المواد يتم امتصاصها عن طريق الجلد مثل الألومنيوم والزئبق والماغنيزيوم واليورانيوم والكروم والفانديوم والزنك والكوبالت والليثيوم والزنك، كل هذه وجدت معادن تؤثر على الهرمونات الجنسية، تؤدي إلى العقم لدى الرجال والنساء وتؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب، ومنها كل هذه الأدوية التي ترونها على الشاشة. وأيضا المواد الكيميائية الناتجة عن الأسلحة تؤثر كثيرا على الأجنة وتؤدي إلى تشوهات خلقية، إضافة إلى الأطفال الخدج ممكن أن يتأثروا على المدى المتوسط والبعيد. هذه باختصار فحوى الدراسة دكتورة. هذا سؤال يتطلب إجابة طويلة. ثمة عدة مواد تؤدي إلى التسمم وجدناها في التربة وفي البيئة، وحتى وجدنا عدة أدوية وعدة مواد في الجرحى في الجروح. أولا مثلا لدينا فئة الجروح بالفوسفور الأبيض، فئة الجروح بالكربون،
وحتى لدينا الفئات على الجرح السطحي. كل فئة من هذه المواد ترتبط بنوع من المعادن، ولكل منها ثمة معادن إما تؤدي إلى السرطان إما تؤدي إلى الأمراض الخلقية أو حتى الاثنين معا. في معظم الحالات ليس من المعروف أثر هذه المواد إذا ما اجتمعت جميعها معا. نحن ندرك أنه لبعض الحالات اجتماع كل هذه المواد خطير جدا. لدينا عدة شكوك ولا سيما في حالة الجرحى، وأردنا أن نتابع حالة الجرحى إذا تمكننا طبعا. ودرسنا بشكل خاص حالة المرضى الذين بترت بعض الأعضاء من أجسادهم. Is also that if these things got in the weapon through the weapon. في حال انتقال هذه المواد من السلاح إلى الشخص الفردي، دخلت هذه المواد أيضا إلى البيئة بكمية أكبر. Now what is the problem with metals? ما هي المشكلة في هذه المعادن؟ هذه المعادن لا تزول من البيئة بشكل سريع. أولا طبعا هي تسبب بالسرطان. Teratogenicus. وتسبب بالأمراض الوراثية وهي تبقى في البيئة ولا تزول من البيئة. تبقى لفترة طويلة. It remains for a long period. Theoretically forever. I mean. نظريا تبقى إلى الأبد. نظريا تبقى إلى الأبد. يتطلب زوال هذه المعادن سنوات طويلة هذا إذا ما زالت. لو سمحت لي بروفيسور، دعني أقول الجزء الأهم. هل يمكن أن تقول الجزء الأهم بعد الموجز مشان ما قطعك فقط، لأنه الآن في موجز إخباري وأعطيك الوقت أطول أفضل. لحظات أعزائي المشاهدين، ونواصل هذه الحلقة المهمة حول الأسلحة الإسرائيلية والأمراض التي تسببها من السرطان والعقم والتشوه الخلقي وما إلى ذلك، مباشرة بعد الموجز الإخباري عبر قناة الميادين. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، لمواصلة هذه الحلقة من لعبة الأمم عبر قناة الميادين. نتحدث فيها عن الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، أسلحة محرمة وغير محرمة. معظم هذه الأسلحة على ما يبدو تؤدي إلى أمراض خطيرة جدا، مثل السرطان، مثل العقم، مثل التشوه الخلقي، تؤثر على جينيات الأطفال. نعالج هذه القضية مع عدد من الخبراء هنا معنا في الاستوديو وفي خارج الاستوديو. أعود وأرحب بالبروفيسور باولا مادونكا، أهلا وسهلا بك مجددا، أخصائية في علم الجينيات والوراثة، وأيضا الدكتور الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة، أهلا وسهلا بك، رئيس قسم جراحات التجميل في الجامعة الأمريكية في بيروت. وانضمت إلينا الآن السيدة عدالة بوم الدين، أهلا وسهلا بك سيدة عدالة. وهي أهلين سيد سامي. وعندها مركز لمعالجة ظاهرة التوحد وأيضا الأطفال المنغولينيين كما يعرفون، أو متلازمة الداون. وسينضم إلينا بعد قليل الدكتور حسن زيادي، الأخصائي النفسي في برنامج غزة للصحة النفسية. كل هؤلاء أعزائي المشاهدين الضيوف تعرضوا للكثير في خلال الاجتياح الإسرائيلي، البعض فقد عائلته، البعض تعرض للتهديد وما إلى ذلك. ما هي الأسلحة المحرمة دوليا التي تستخدمها إسرائيل؟ نذكر منها على سبيل المثال الفوسفور الأبيض، يحرق جسم الإنسان الذي يلمسه، يؤدي إلى جروح في الفم وكسر في عظمة الفك. قنابل الدايم التي ذكرها تقرير جولدستون وتحدث عنها الدكتور غسان قبل قليل، تتسبب بالقتل وبتر الأطراف كأنما بترت بمنشار، وإلى تدمير وتلف في الخلايا الداخلية للمصاب، قد تؤدي إلى السرطان. القنابل الاختراقية ضد المدنيين
اليورانيوم المنضب يؤدي إلى خلل جيني وتشوهات خلقية وأمراض سرطانية، القنابل العنقودية، رصاص الدمدم المتفجرة. طيب بروفيسورة مدونكا، كنت بدأت بالحديث معنا وأنا قطعتك للأسف لأجل الموجز الإخباري، كنت تودين أن تكملي. تفضلي. Yeah, I wanted to say something. أردت أن أقول شيئاً في غاية الأهمية. من أحد أسباب أهمية دراسة المعادن هو التالي. كما قلت، هي تبقى في البيئة وتبقى أيضاً في الجسم. فحتى لو كان تركزها غير كبير في الوقت، مع الوقت يؤدي هذا التركز إلى مشاكل، فهي معادن غير طبيعية ومواد غير طبيعية إذا أدخلت بشكل اصطناعي إلى البيئة أو حتى إلى الجسم من خلال أسلحة أو غير الأسلحة. إذا هي تبقى في البيئة أو تبقى في الجسم، ومع الفترة الطويلة يمكنها أن تؤدي إلى نتائج سلبية، إضافة إلى التشوه الخلقي وإضافة إلى الولادة المبكرة. لدينا أثار أخرى فيما يتعلق بالتشوه الخلقي والولادة المبكرة، لسنا متأكدين أي المعادن التي تؤدي إلى هذه الأسباب. وطبعا لدينا عدة معادن أخرى تؤثر سلبا على الأطفال في أمراض عديدة، تؤثر بالنظام العصبي أكيد. وفي هذه الحالة يصعب علينا تشخيص الحالات، ولكنها نتائج جانبية. سيدة بومدين، أهلا وسهلا بك. أنا فهمت أنه المركز الذي لك في غزة للتوحد والأطفال المنغوليين قد دمر، واتصلوا بك الإسرائيليون ودمروه، فعلا حصل هذا؟ فعلا حصل. في يوم 17/6 11:30 بالليل تلقيت مكالمة من ضابط إسرائيلي في مركز في نقطة إيرز، خبرني بوجوب إخلاء المبنى فورا. فسألته ليش بدكوا تخلوا المبنى مخلي له 10 أيام الحرب. قال لي أنا إحنا شايفين حركة. قلنا له هدول الحراسات. قال لي أخليهم فورا. طب إيش فيه؟ ما حخليه، لكن إيش فيه؟ ليش نخليه؟ قال لي لأن إحنا شاكين في مدفع على سطح البناية. قلت له مش ممكن، إحنا مراقبة عنا المباني كلها، إضاءة كاملة، مراقبة بالكاميرات من دورنا، بنفتح بنطلع على المبنى طول النهار. فقلت له في عنا إحنا جهاز تحلية مية، وعنا فيه بي أس جديد تحويل الطاقة الشمسية لكهربائية. قال لي، كان بيترجم على فكرة هو بالعبري وأنا بحكي معاه، قال لي لأنه إذا تأكدنا في مدفع بدنا ننزل البناية. طبعا قلت له هذه بناية وإلنا 22 سنة بنشتغل على هالمباني، هذا لأطفال مساكين معاقين ما لهم مش دعوة في حرب ولا في خلافات سياسية والحربية. المهم أنه قال لي خليه يطلع بسرعة. الراجل طلع، بعد أقل من 10 دقائق ما أخلى المبنى سمع صوت انفجارات. تاني يوم راح، كانوا بدين يدمروا في المبنى، يعني صاروخ واحد كان مضروب. بعد كده صارت المعركة البرية تاعت السجاعية ودمار السجاعية، وبطلنا نفكر في الجمعية، يعني في إشي كان أهم منها. لما صارت الهدنة الأولى رحنا نتفقدنا المباني، لقيناها دمار، كاينين يتسلوا كل الوقت، يعني طيب. لا عدد يحصى من الصواريخ والمدفعية اشتغلت فيها. على كل حال يعني شو يعني ما مش عارف ماذا نقول، يعني على الأقل اتصلوا يعني فيك قبل تدمير مركز للأطفال. يعني الواحد ربما يستطيع أن يشكرهم على الأقل، يعني أندروا، يعني منيح والله، شاكرينهم أنه دمروا مكان للأطفال، الأطفال المعوقين، للأطفال المرضى، للأطفال المنغوليين. يعني لا أدري أي ضمير هذا، إسرائيلي أو غير إسرائيلي، الذي يقبل بتدمير هكذا مركز. طيب سيدة مبندين، أنا حسب ما فهمت أنه حالات التوحد عند الأطفال والتشوهات تزداد بعد كل اجتياح. سأعود إليك بهذا السؤال لو سمحت بعد لحظات، فقط كنا نتحدث عن الأسلحة المحرمة، نشاهد نسرين سلمي في هذا التقرير عن ضحايا رصاص الدمدم المحرم دوليا، إلى ما يؤدي؟ كانت مسيرة سلمية دعت إليها مجموعة من الشبان نصرة لغزة، فحشدوا لها
الآلاف من النساء والأطفال والشبان توجهوا إلى حاجز قلنديا العسكري مطالبين بحرية الوصول إلى القدس. عبد العزيز وجيه كان واحدا ممن شارك في المسيرة، لكنه لم يعلم أن الثمن سيكون خسارته ليده بعدما قابلهم جنود الاحتلال بالرصاص، وهذه المرة رصاص محرم دوليا معروف برصاص الدمدم. نزلت على الحاجز مع المسيرة وفاجأت أنه إشي فات في إيدي، ومرة واحدة كيف انفجرت فلفت إيدي ورا ظهري، يعني اتفاجأت أنه كيف صار هيك مع أني ما سمعتش صوت طخ، ما سمعتش صوت إشي، فحكولي يعني أنه دمدم بكاتم صوت. عبد العزيز فقد القدرة على العمل، ورغم العلاج إلا أن الأطباء يؤكدون أن يد عبد العزيز لن تعود كما كانت. عبد يعاني من إصابة مركبة معقدة نتيجة الطبيعة المتفجرة للرصاصة التي أصابته، يعاني من كسر مركب في العظام وتهتك في الأعصاب والأوتار. هو قيد التحسن في العلاج، لكن للأسف من المتوقع أن يعاني من إعاقة جزئية دائمة نتيجة تضرر الأعصاب بشكل كبير. لم تكن هذه المرة الأولى التي تستخدم إسرائيل فيها هذا الرصاص المحرم دولياً، ويتشظى في الجسم مسبباً تهتكاً في الأعضاء يصعب علاجها. سلاح الدمدم الذي يلحق أضرار هائلة جداً بالأنسجة داخل الإنسان، يصعب معها التئام الجروح، يصعب معها شفاء الشخص تم تحريمه. وتستخدم إسرائيل هذا النوع من الرصاص على يد قناصين يستهدفون الشبان العزل، وغالباً ما يكون استخدامه عبر سلاح صامت، وترفض إسرائيل الانصياع للقوانين الدولية التي حرمته. دكتور غسان، حضرتك متخصص بالترميم والتجميل لهكذا نوع من الحالات، هذه حالات خطيرة جداً، يعني لا ترمم نهائياً. رصاص الدمدم بيختلف عن الرصاص العادي انه تصميمه انه لحظه دخول الجسم ينفجر الى بين 5 و10 شظايا، كل واحده فيها بتتحول لرصاصه وبتتجه بدرجه 90 درجه عن الرصاصه الاساسيه. هاي النوع من الرصاص استخدم بالانتفاضه الاولى كنا نشوفه، والانتفاضه الثانيه، وبعدين استخدم بجنوب لبنان خلال مسيرة العودة اللي صارت قبل كم سنة. الإصابات اللي اجت من المتظاهرين اللي طلعوا على جنوب لبنان بمسيرة العودة كمان كانوا متصابين من هاي الإصابات. دائما تحدث أكثر من عطب بواحد من الوظائف الجسمية. إذا ضربت الجسم فرصة الإصابة النخاع الشوكي عالية كتير، فرصة تدمير الأعصاب عالية كتير، وترميمها وإعادة المريض لمرحلة ما قبل الإصابة شبه مستحيلة. مستحيلة. أي. طيب، على كل حال الطبيب الجراح أيمن السحباني بمستشفى الشفاء، أكيد تعرفوا لما رحت، يتحدث عن استخدام أسلحة فتاكة يقول لازالت مجهولة حتى اليوم، لا أحد يعرفها. يقول وصلتنا أجساد الشهداء والجرحى مصابة بجروح غريبة، منها ما كانت متفحمة أو مصابة بالشظايا المسمارية، منها ما كانت بلا رأس، هناك أجساد كانت مطحونة طحنا كما وأن صخرة ضخمة وقعت عليها. كذلك مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية مدحت عباس يقول إن الأطباء تعاملوا مع جروح ذات رائحة كريهة غير مفهومة، إصابات بحروق من الدرجة الثانية والثالثة عدا عن بتر الأطراف العلوية والسفلية. دكتورة مادونكا، حضرتك لست فلسطينية حتى ولو كنت بالقلب معهم، طب المجتمع الدولي يترك إسرائيل تستخدم أي سلاح تقتل كيفما شاءت ويعني وتدمر الناس وتبث كل هذه الأمراض الخطيرة؟ ما في ولا أمل؟ لا يجب عليك أن تطرح علي سؤال حول المجتمع الدولي. Population of many countries in the West, a lot of people. ففي الدول الغربية ثمة الكثير من الأشخاص الذين يشعروا بالسخط جراء ما يحدث
في غزة وفي فلسطين بشكل عام أيضا، في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضا، وثمة رأي عام هام في الغرب مناهض لهذه الأعمال العدائية، ولكن الحكومات تتصرف بشكل مختلف. في الوقت الراهن الحكومات في أوروبا عليها في الواقع أن تخجل من نفسها، لأنها لم تحترم قرار إرسال بعثة تقصي حقائق في غزة. وفي الواقع في أوروبا لدينا عدة هواة وعدة فروقات. As an agreement to keep Rafah border open. كان يتعين إبقاء معبر فتح مفتوح وتحت الإشراف الأوروبي، إلا أن ذلك القرار غير مطبق. ولدينا أيضا اتفاق على بناء ميناء خاص بغزة، سيكون الحدود الوحيدة التي لا تخضع للسيطرة المباشرة من إسرائيل، ولكن هذا القرار غير مطبق أيضا. حاليا في أوروبا نحن نطالب بتطبيق هذه القرارات. لقد طرحت هذه الأفكار على طاولة الحوار، ولدينا حتى فريق يحظى بالتمويل من أجل مراقبة معبر رفح، ولقد تغير حتى رئيس الفريق في الوقت الراهن. لذلك هذه النقطة تحتاج إلى رغبة سياسية وقرار سياسي، وأوروبا للأسف لا تقوم بذلك. للأسف أوروبا تقوم بأمور أخرى. سأسألك ربما إذا تسنى الوقت عن الأمم المتحدة، خصوصا أنه قلت أنه حصل تعاون بينكم وبينهم، يعني ولكن لا نرى تقارير من الأمم المتحدة بخطورة هذه الأسلحة التي نشاهدها، ما هي الضغوط التي تمارس عليها. سيدة أبو مدين، في حسب ما فهمت، عفوا اسمحي لي أرجع لك بعد قليل، حسب ما فهمت سيدة أبو مدين أنه أمراض التوحد عند الأطفال ازدادت في الجمعية عندك في السنوات الأخيرة، طبعا قبل ما دمرتها إسرائيل. إحنا لاحظنا بعد حرب 2008 ازدادت كتير نسبة أعداد الأطفال اللي بعانوا من التوحد والداون سيندروم. كان في كل سنة بيجينا من الداون سيندروم بين 70 و80 نيو بورن مسجلين عندنا في برنامج الرعاية الأولية. حاليا فاق 100 و110 هدول اللي بنولدوا مواليد السنة. فلاحظنا ان الاولاد المولودين جديد هدول كانوا في المناطق اللي بنضرب عليها الفوسفور من مناطق الشمال. بعدين التوحد زاد بشكل خطير في غزة. يعني احنا بدنا نلجأ للصحة العالمية، بدنا منظمات دولية تشوف سبب زيادة هذه الأعداد اللي بتخوف. احنا نسبة المواليد أعلى نسبة في العالم، العالم واحد لكل 1000 ولادة بيجي داون سيندروم. في غزة كل 500 حالة ولادة أطفال عاديين بيجي واحد بيعاني من متلازمة داون. طيب السبب، يعني السبب سيدة أبو مدين، يعني السبب المهم في والسبب انه لا عوامل وراثيه عندنا، معظم الاولاد مش اقارب الام والاب. نمره 2 انه سن نموذجي للانجاب من 20 لل30 هم اللي اولياء امور لهدول الاولاد. يعني كانه في رغبه اسرائيليه، يعني عاده انه الداون بيجي للسن المتاخر، هدول لاميات نموذجيات في الحمل. يعني كأنه في رغبة إسرائيلية بالقضاء على الجيل الجديد، إن لم يكن بالقتل فبالأمراض وبدفعهم إلى أمراض نفسية. على كل حال بعد قليل سيكون معنا دكتور متخصص بالأمراض النفسية. أكيد. طيب نشاهد تقرير لمراسلنا في غزة أحمد شلدان حول الأثار النفسية للعدوان، الأثار خصوصا على الأطفال الفلسطينيين. ترسم بألوانها ما يجول في خاطرها أو تتمناه في أحسن الأحوال، بيت وحديقة وأمن وسلام، عكس الواقع الذي تعيشه الطفلة ملاك بعد حرب مدمرة تركت آثارا نفسية سلبية انعكست على حياتها وتصرفاتها. كنت أخاف من صوت الطيارة، وكنت أخاف صوت الدبابة. الشغلات اللي أنا بلاحظها عليها، عفوا صوت توك توك أو صوت سيارة من بعيد بيضرب زمور كده،
بتلاقيها فزعت بشكل مش طبيعي يعني. في برنامج غزة للصحة النفسية تحاول أم وديع جاهدة أن تعيد أطفالها إلى حالتهم النفسية الطبيعية بحثهم على اللعب والرسم، لكن الواقع انعكس حتى على طبيعة هذه الألعاب التي اتجهت في مجملها نحو تجسيد طبيعة الحياة القاسية في غزة. بالإمكان بالرسومات أن تسقط ما يجول في مشاعرها في حالة اللاوعي إلى رسومات أو لعب الأدوار أو اختيار حتى بعض الألعاب التي تمت الواقع بصلة مثل الجنود، دبابة. بالنسبة للرسومات كلها تدور حول قصف، طائرات، إسعاف، جرحى، أشلاء وهكذا. وتتجلى بعض التأثيرات النفسية للعدوان على الأطفال بازدياد العنف والخوف والتبول اللا إرادي والعزلة في كثير من الأحيان، في حرب كان الهدف الأبرز فيها قتل الأطفال بالصواريخ تارة وبما تحدثه من رعب تارة أخرى. أحمد شلدان، غزة، الميادين. شكرا لك أحمد. على كل حال بعد قليل أيضا سنشاهد تقريرا فيه طفلة فقدت كل عائلتها، سنشاهد كم هو الأثر النفسي صعب عليها. سيدة أبو مدين، لا شك أنه كان عندك حالات صعبة جدا، ممكن تحكي لنا عن واحدة من هذه الحالات الأصعب في جمعيتك؟ والله معظم الحالات عندنا صعبة، أنت عارف وضع غزة كتير تعبان، بعدين الأولاد هدول بيجوا من بيئات فقيرة جدا جدا، لأن اللي بيعترف بأنه ابنه عنده إعاقة الرجال الفقير، الغني بخبيه، ما كانوا بيجيبوا لنا إياهم. يعني عندنا مثلا أطفال فقدوا عوائلهم وفقدوا دورهم، وعندي حوالي أكثر من 15 طفل حاليا مع قرايبهم عايشين بعد ما فقدوا عائلاتهم، بالذات في منطقة السجعية. ولكن يعني ما هو الصعب عند هؤلاء يعني الأطفال؟ يعني مثلاً بقدرش أحدد لك حالة معينة، يعني عارف عندنا كم كبير من الحالات الصعبة والمأساوية. حين نقول صعبة أو مأساوية يعني ماذا تعنين؟ يعني كيف صعبة أو مأساوية؟ ممكن تشرحي لنا فقط؟ يعني فقد المعيل، فقد الأم، فقد البيت، فقد الحنان، فقد الدفء، يعني هذا الطفل بده رعاية خاصة. طيب في مناطق معينة يعني بغزة عن الطفل الثاني. أوكي، في مناطق معينة بغزة يكثر فيها تكثر حالات التوحد أو السندروم الداون وما إلى ذلك؟ يعني في بعض المناطق أكثر من غيرها؟ أكيد مناطق الشمال، وعندك المنطقة الشرقية من خان يونس كتير فيها. سبب عندنا منطقة الحكر في دير البلح. السبب وين في كثافة سكانية بيكتر فيها ازدياد الحالات. طيب دكتور غسان، يعني كما نشاهد انه الامر لا يتعلق فقط بامراض السرطان والتأثير على الخلقي على التشوهات الاطفال، ولكن ايضا على العقم عند الرجال حسب اخر الاحصاءات. في تأثير مباشر بين الأسلحة وبين عقم الرجال فعلا؟ المواد المسرطنة والمعادن الثقيلة تلعب دور أساسي بالدورة التناسلية عند الرجال وعند النساء. يعني أحد النتائج البحث اللي نشرته بروفيسور مندوكا هو أنه معدل وجود هذه المعادن الثقيلة اللي بتأثر على الدورة التناسلية عند الرجال، إذا وجد عند أي مواطن بأي دولة خارج قطاع غزة يعتبر هذا مش تعرض، هذا يعتبر تسمم. يعني وجدت معدلات عالية يتم على أساسها إدخال المريض للمستشفى لعلاجه من حالة تسمم بهذا المواد والمعادن الثقيلة. على كل حال رغم حالات العقم نلاحظ أنه الفلسطينيين ينجبون كثيرا، يعني استشهد 1400 تقريبا رحمهم الله، الفلسطينيون أنجبوا أكثر من 5000 بخلال شهرين تقريبا، وكأنه أيضا إرادة الحياة تريد أن تقول إسرائيل يعني إن قتلت سننجب أكثر. يعني أنا فيني أعطيك مثال من تجربتي الخاصة. بيوم الرابع أو الخامس من وصولي لقطاع غزة كنت بمستشفى الشفاء، وإجانا طفل مصاب بكسر معقد جدا بساقه، فهو طبيب التخدير عم بنيمه، عم بسأله أنت إيش اسمك يا حبيبي؟ قال لي أنا اسمي فارس عودة.
قلت له أنت بتعرف مين فارس عودة؟ قال لي أنا عمي فارس عودة. فارس عودة هو الطفل الفلسطيني اللي صار أيقونة الانتفاضة الثانية، اللي صوروه وبرمي الحجر على الدبابة واستشهد، قتله قناص إسرائيلي. فبعد العملية رحت للأب وبسأله إيش علاقتكم بفارس عودة؟ قال لي أنا أكبر من فارس أخوي بسنتين، ولما كنا صغار واستشهد فارس أخذت قرار إنه أول طفل بيجيني حسميه فارس. ودارت الدنيا ورجعت إسرائيل استهدفت فارس الجديد. إرادة الحياة مقابل قرار، كل اللي حكينا عنه اليوم، كل اللي شاهدناه بهذه المرحلة بأكد شغلتين سياسيتين. بالنسبة للإسرائيليين معركة 48 لم تنتهي. النكبة ليست نقطة في التاريخ بل هي حالة مستمرة على 66 سنة. إسرائيل بالحرب على غزة، قرار المشروع الصهيوني مبني على الإبادة الجسدية للشعب الفلسطيني عن طريق الكيماويات، عن طريق الإبادة بالحروب. إسرائيل تريد إبادة الشعب الفلسطيني. طيب. وكل اللي بنشوفه هو تجليات هذا الارتباط العضوي بين الإبادة العرقية والمشروع الصهيوني. انت برأيك كل استخدام هذه الأسلحة للإبادة فعلا ما في اي قرار؟ يعني غزة اكثر منطقة مكتظة بالعالم، اي قرار لإلقاء تقريبا 20,000 طن من المتفجرات بمحل مكتظ زي قطاع غزة هو قرار إبادي. طيب بروفيسور مادونكا، كنت تودين التعليق على مسألة عقم الرجال، في علاقة مباشرة بين الأسلحة بين ما يتعرض له الرجال فعلا؟ بعض المكونات التي وجدناها في دراساتنا تؤدي إلى العقم لدى الرجال. إضافة إلى ذلك، عندما عملت في غزة كان لدي معارف مع أطباء آخرين، ولاحظت أن في مركز العقم يزداد عدد الرجال الشباب بشكل خاص الذين يقصدون المركز لمعالجة العقم. نحن طبعا نوثق هذه الحالات، ولكن من الأرجح أنه لدينا ارتفاع كبير في درجات ومستويات العقم. لذلك يمكننا أن نذكر أنه لدينا علاقة بين عقم الرجال وبين هذه المواد. وفي الواقع الرجل الجهاز التناسلي الذكوري هو أكثر ما يتأثر من هذه المواد. سيدة أبو مدين، يعني نحن سنودعك لأنه في الواقع حاولنا أن نستمع إلى رأيك أيضا، ولكن ماذا ستفعلين بإعادة بناء الجمعية التي تهتم بالأطفال؟ يعني في إمكانيات أنه ترجعي تعيدي بناءها؟ إن شاء الله حبنيها وبشكل أحسن وبشكل أكبر وتستوعب أعداد أكبر، ولن نفقد الخيرين في أي مكان، وحتنبنى هي طبقيا حعملها أربعة هالوقت. طيب. إن شاء الله مسيرتها لن تتوقف. فقط لكي نساعدك، في مكان معين في يعني للاتصال بك إذا شخص أراد أن يساعد في إعادة بناء هذا المركز، خصوصا أنه يهتم بالأطفال، يعني كيف التواصل رح يكون؟ يتصل التواصل بنبعث لكم إياه. طيب. ببعث لك إياه إن شاء الله. سأهتم شخصيا بوعدك بهذه المسألة. شكرا جزيلا لك. إن شاء الله. وخلص هذه في رقبتك. وعد وأقل من واجبي تجاه فلسطين وأهلها. انضم إلينا الآن الأستاذ حسن الزيادي الأخصائي في علم النفس. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن، حضرتك معنا من غزة. مساء الخير لك أستاذ سامي ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. طيب أنا أود لكي نبدأ النقاش معك حول الأثار النفسية ومع ضيوفي الكرام أن نشاهد هذا التقرير لمراسلنا أحمد غانم حول طفلة فلسطينية. فقط قبل التقرير، وفق رئيسة مكتب اليونيسف في غزة، أكثر من 400 طفل استشهدوا خلال العدوان الأخير، 400,000 آخرين أصيبوا بصدمة، يعني الرقم فعلا خطير. الذين أصيبوا بالصدمات يواجهون مستقبلا قاتما للغاية، إعادة بناء حياة الأطفال قد تكون أصعب بكثير من إعادة بناء غزة، وفق الدكتورة في اليونيسف. طيب تقرير أحمد غانم، ونعود إلى الأستاذ حسن زيادي لو سمحت.
لاحظني عمها انتقلت بيسان للعيش بعد أن أبيدت عائلتها بالكامل في حي الشجاعية، يحاول إلهاءها عن كل ما يذكرها بعائلتها التي لا تنفك عن السؤال عنها. لا طفتها حتى اطمأنت لي، فبادرتها بسؤال عن الحادثة، لكنها سرعان ما انهارت بالبكاء رافضة الاستجابة بالمطلق. ايش صار يا حبيبتي؟ انت فاكرة اشي ولا مش فاكرة؟ أكثر من نصف ساعة ونحن نحاول إقناعها بالحفاظ على هدوئها دون جدوى. يقول عمها إن هذه الحالة ترافقها منذ رحيل عائلتها، بل وتزداد في بعض الأحيان تدهورا أمام عجزهم عن إيجاد حل لها. طبعا هي لما شاهدت أبوها وأمها وإخوانها وأختها وبنت أخوها مستشهدين حواليها، ظلت 6 ساعات وهي تصرخ وتناشد في كل واحد منهم على حدة، فلم يستجيب أحد، فهذا كله أثر في نفسيتها. ولعل ما يزيد الأمور تعقيدا هي إصابتها في رأسها، إذ تجعل كما يقول عمها من العودة لتذكر الحدث أمرا متكررا يدفعها لمزيد من البكاء. أحمد غانم، غزة، الميادين. أريد فقط أن أفكر، يعني الطيار الإسرائيلي حين يشاهد هكذا طفلة فقدت كل عائلتها وهي نفسها مصابة بكل هذه الأمراض، كيف بينام؟ أستاذ حسن، ما هي الأثار النفسية على هؤلاء الأطفال؟ فعلا تأثروا جدا وسيتأثرون، وأنه هذه الأمراض النفسية ستمتد معهم سنوات طويلة؟ يعني احنا يمكن لنا أن نقول أنه مجموع الخبرات الصادمة والدائمة والمستمرة لأطفال قطاع غزة هي بالتأكيد سوف تترك أثار نفسية على المدى القريب وعلى المدى البعيد. هذه الخبرات هي من الصعوبة بمكان التعامل معها أو التوافق معها لدى الأطفال في ظل هذا الواقع، لأن الحرب الأخيرة على قطاع غزة هي جاءت ضمن سياق طويل ومستمر، عاشت غزة تحت خبرات صادمة دائمة ومستمرة تحت مستويات عالية جدا من الضغوط النفسية. جاءت الحرب في وقت كانت غزة منهكة نتيجة هذا الحصار الشديد والصارم على قطاع غزة، وبالتالي تأثير الحرب هو على الأطفال كأكثر فئة متأثرة من هذه الخبرات، وخاصة الخبرات الصعبة كالخبرة التي وردت في هذا التقرير سوف تكون لها تداعيات نفسية، وهذا يعتمد أيضا على طبيعة التدخلات المبكرة المهنية والمتخصصة التي قد تقدم لهذه الطفلة، وأيضا طبيعة البيئة الاجتماعية الحاضنة لهذه الطفلة من قبل الأسرة. ما يميز الحرب بالنسبة للأطفال وخاصة الأطفال اللي تعرضوا إلى فقدانات صادمة ومتعددة خلال هذه الحرب هي خبرات يعني لم يتم التعامل معها بشكل طبيعي، لأن هذه الفقدانات جاءت ضمن سياق حرب، جاءت ضمن سياق الخوف والتهديد الدائم والمستمر للطفل الفلسطيني. فبالتالي معروف ثقافيا في المجتمع الفلسطيني عندما تحدث حالة فقدان يتم هناك عمليات إجراء لمراسيم الدفن وتوديع الشهداء والصلاة عليهم ودفنهم والجنائز وبيوت العزاء. ما حصل في هذه الحرب إن عملية الحداد والحزن لدى الإنسان الفلسطيني وخاصة الأطفال هي اضطربت ولم تتم بالشكل السوي والصحيح، وبالتالي تأثير الفقدانات على الأطفال هي تأثيرات صعبة، لأن الأطفال جزء منهم لم يدرك حقيقة أن أحبائهم قد فارقوهم ولن يعودوا، لأنهم لم يشاركوا في إجراءات الدفن أو حتى الجنائز. وبالتالي هذه من ناحية نفسية هي قضية سوف تلازم الأطفال، لأنه لم يعاشوا هذه الخبرة، فبالتالي هذا أنا بعتقد سوف يعطل، وبالتالي هذا سوف يؤدي إلى ردود فعل معقدة لدى الأطفال الذين فقدوا أجزاء أفراد من عائلتهم. طيب، هذا شيء أنا بعتقد أنه مهم جدا. طيب سيد حسن، أنا اسمح لي بالسؤال، الطفل الذي أصيب بكل هذه الصدمات النفسية كيف بيكبر؟ يعني هل ينسى مع الوقت؟ هل يتحسن وضعه؟ خصوصا أنه ما في قدرة عند أهل غزة وأطباء غزة أنه يعالجوا كل الأطفال على حد علمي. هو الهدف ليس أن ينسى الإنسان،
الهدف أنه الإنسان حتى عندما يتذكر، لأنه هذه خبرات هي جزء من خبرات الحياة تبعت الإنسان، والهدف أنه الإنسان عندما يتذكر الخبرات المؤلمة والصادمة عندما يتذكرها أن لا يكون لها تأثير سلبي ومعطل لوظائف الحياة اليومية. من يكون لديه هدف بأن ينسى الأطفال هذه الخبرات الصادمة هو سوف يفشل، وبالتالي هو سوف يعقد العملية، عملية الاستشفاء لدى الأطفال. وبالتالي هدف التدخلات العلاجية المتخصصة أن يقوم الأطفال باستدماج هذه الخبرات والتعامل عليها كان جزء من خبراتهم، وبالتالي التقليل من تأثيرها السلبي عليهم. وبالتالي أنا أعتقد أنه هي المهمة ليس بأن ينسى الأطفال وليس بتشتيت انتباه الأطفال عن هذه الخبرات، ولكن هي الهدف من هذا الموضوع أن نساعد الأطفال بالعودة إلى حياتهم الطبيعية، لأنه ما يهم هؤلاء الأطفال الشعور بالأمن، الشعور بالاستقرار، الشعور بأن هذا العالم هذا عالم آمن، الشعور بأنه لن تتكرر هذه الخبرات الصادمة مرة أخرى، الشعور بأن هناك حماية. نحن في مجال خدمات الصحة النفسية نقدم خدمات دائمة ومستمرة ونساعد الناس والأطفال على الاستشفاء ومن الخبرات الصادمة، وبشكل دائم نهتم بهم وبشكل دائم نوصف حالاتهم وبشكل دائم نتدخل، ولكن لا توجد أي ضمانة أو حماية من عدم تكرار العدوان الإسرائيلي على الأطفال، وبالتالي هذا يقلل من إمكانية تحسن الأطفال، هذا يقلل من فاعلية البرامج التدخل التي تقدم. وبالتالي يجب الحديث، لا يمكن لنا أن نستمر في رعاية ضحايا العدوان الإسرائيلي أو العدوانات الإسرائيلية المتكررة وكأننا نحضر أبناء شعبنا لجولة جديدة من طيب. من العدوان. إحنا يجب أن يكون لدينا اهتمام كبير جدا بمحاسبة ووضع حد للمعتدي للاحتلال الإسرائيلي، حتى طيب. نضمن أن تكون البرامج فاعلة، حتى نضمن عملية استشفاء صحية وسوية للأطفال. بدون الحديث وبدون هذه الحماية إحنا في النهاية نضيع جهد كبير جدا، وهذه مهمة المؤسسات الدولية وهذه طيب. مهمة المجتمع الدولي. حسن. لا يتم نعم. الحديث عن المعتدي لا يتم طيب. الحديث عن الاحتلال الإسرائيلي، لا يتم وضع حد له. معتدي يقوم بالقتل وبالهدم وبالتدمير، وبالنهاية المجتمع الدولي يدعم سياسيا وله الحق بالدفاع عن نفسه ويدفع تكاليف ما يقوم بتدمير المجتمع الدولي. إسرائيل لم تتحمل، احتلال إسرائيل لم يتحمل نتائج وتداعيات العدوان الإسرائيلي من ناحية نفسية على الأطفال طيب. الفلسطينيين وعلى السكان بشكل عام. طيب سيد فبالتالي حسن. نحن في مجال نعم. العاملين في مجال خدمة الصحة النفسية لا يجب أن نتحدث عن الموضوع من ناحية إكلينيكية حالات فردية، يجب أن نتحدث عما يتحدث له المجتمع، يجب أن نتحدث عن موضوع الحماية طيب للمجتمع الفلسطيني حتى نتمكن. أسمعك. أنا أفهم انفعالك أكثر من غيرك، لأنه فهمت أيضا أنه حضرتك فقدت مجموعة كبيرة من أفراد عائلتك الشخصية. كم شخص فقدت في خلال الاجتياح الأخير أو الحرب الأخيرة؟ أنا صحيح يعني أنا يعني أحد الناس اللي فقدوا 6 أفراد من عائلتي. أنا فقدت والدتي وثلاثة من الإخوة وزوجة الأخ وابن الأخ خلال العدوان الأخير على غزة، وأنا بعتقد أنه يعني نحن نشارك، يعني رغم أنه أنا بشتغل في مجال خدمات الصحة النفسية أيضا أنا أشارك كثير من ضحايا الحرب في كثير من هذه الخبرات، وهذا بعتقد يعني يساعدني على أني أكون لدي يعني تفهم الله يرحمهم أكثر واهتمام طيب. أكثر ودافعية بأن أكيد. تعيش. طيب أستاذ حسن، يعني الفرق بين شخص مثلك يعني بعمر معين وبين طفل حين يفقد عددا من أفراد عائلته، يعني الفرق بينك وبين هذه الطفلة التي شاهدنا أنه فقدت كل عائلتها على المستوى النفسي، أصعب عند الطفل ولا أصعب عند شخص مثلك؟ هي بالتأكيد أصعب لدى الطفل، لأنه الطفل هو يكون في مراحل النمو النفسي والمعرفي، هو بحاجة إلى حماية، بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى احتضان من قبل العائلة، وبالتالي غياب هذه الحماية، غياب هذه المحبة، غياب هذه الحاضنة النفسية لدى الطفل تؤثر عليه سلبيا، وبالتالي قدرته على استيعاب هذه الصدمة ضمن البنية المعرفية المتوفرة لديه تكون أضعف من الشخص البالغ، وبالتالي هو شخص
معتمد أيضا على هؤلاء الأشخاص الأعزاء عليه، فبالتالي هذا الفقدان يكون أصعب، وبالتالي تداعياته قد تكون أشد، قد تكون أطول، وبالتالي قد تؤثر على نظرته لذاته، نظرته للمجتمع وللحياة. بالتالي أنا أعتقد هم بحاجة إلى مساندة أكثر من الكبار. في أمر خطير جدا هي التجارب التي تجريها إسرائيل على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، ولكن لكي يعني لا نتحدث فقط بشكل مأساوي عن كل ما يجري الآن، لابد من الإشارة أيضا إلى أنه هناك تأثير نفسي أيضا على الجيش الإسرائيلي. يعني الفرق بين إسرائيل وبين الفلسطينيين، إسرائيل تقتل من مكان، تقتل المدنيين والأطفال والعجز والنساء يتأثرون نفسيا، لكن لاحظوا التأثير على الجيش الإسرائيلي بعد الرد الفلسطيني بأسلحة أنتم بتعرفوها وباللحم العاري. الجيش عالج مئات الجنود الذين أصيبوا بانهيارات نفسية. هذا الكلام لشعبة حماية الحماية النفسية في الجيش الإسرائيلي، يعني هم يعترفون، يقول الجيش عالج مئات الجنود الذين أصيبوا بانهيارات نفسية وصدمات خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة أثناء مواجهات مباشرة مع المقاومة الفلسطينية. الجيش لجأ إلى خطة معالجة لرفع معنويات الجنود وتعزيز ثقتهم بأنفسهم دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفيات النفسية خلال المواجهات، لكن بعضهم كان بحاجة للنقل إلى تلك المستشفيات. صحيفة إسرائيل اليوم تقول إن العشرات من الجنود تم إخلاؤهم أثناء الحرب بسبب سوء أوضاعهم النفسية ومنعوا من العودة للقتال. الجيش بدأ قبل 8 أشهر بتهيئة الجنود لتعلم كيفية مواجهة الصدمات النفسية في الميدان وطرق معالجتها. إذا بدأ قبل 8 أشهر، يعني مش صدفة حصلت الحرب، في إعداد جدي لهذه المسألة. طيب بروفيسورة مندوكا، هل بخلال الدراسات وبخلال الجولات التي قمت بها لاحظت فعلا أنه في بعض الأسرى الذين يخرجون من معتقلات إسرائيل عليهم أثار تجارب طبية؟ لأنه نلاحظ أنه بعد خروجهم من السجن بيدخل الأسير بشكل جيد وشاب يخرج إما بالسرطان أو بأمراض دائمة تقريبا. في علاقة، يعني إسرائيل تقوم بتجارب داخل السجون كما يقال؟ للأسف لا يمكنني أن أجيب على هذا السؤال لأنني لا أملك الإجابة. لم أتكلم مع الكثير من السجناء، لم أتكلم معهم عن هذه المسألة بالتحديد، لذلك لا يمكنني أن أجيبك بصراحة. لا يمكنني أن أجيبك بصراحة. طيب كنت قلت قبل قليل أنه في تعاون بينكم وبين الأمم المتحدة حول التأثير على الجينات عند الأطفال والتشوهات الخلقية وما إلى ذلك. الأمم المتحدة تقوم بدورها، يعني تنشر تقارير، تحاول أن تساعد، تستطيع أن تتحدى أمريكا وإسرائيل وغيرها؟ هنا نطال مسألة حساسة جدا. كنت أعمل مع الأمم المتحدة وكنت أعمل مع فريق نزع الألغام ومع عدة فرق، وعملت أيضا مع منظمة الصحة العالمية، ولكن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لم تنشر أي دراسة ميدانية في غزة لتؤكد ادعاءات الأطباء. إذن لم نحصل على هذا النوع من الدراسات في غزة، ولكن طوال سنوات كثيرة كنت أنا أيضا بنفسي أتساءل ما إذا كان لدينا دراسة أخرى، وما إذا كنا سنقوم بدراسة مستقبلية لأنها ستكون في غاية الأهمية. طبعا سأشدد هنا على أهمية التعاون مع منظمة الصحة العالمية، وهذا سأقوم به في الأيام المقبلة، وسنرى ما إذا كان التعاون مع منظمة الصحة العالمية سيؤكد لنا بعض من هذه الأقاويل. سنعمل مع بعض الخبراء ومع بعض الأطباء المستقلين تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، ولكن ليس لدينا سجلات موثوقة حيال هذه المواضيع. لقد قمت بدراسة في العراق أيضا، تم تصميم تلك الدراسة بطريقة لعدم معرفة الأثر، كانت تلك الدراسة في فلوجة، لذلك سجلات في العراق كانت ناقصة. طيب بروفيسور، يعني حدا قدم دراسة قيمة مثل دراستك
للمرة الأولى أنا أؤكد لك، لا عربي ولا غير عربي قدم بكل هذه المعلومات الدقيقة، هل حصل معك تواصل من السلطة الفلسطينية أو من أي دولة عربية تريد محاسبة إسرائيل مثلا؟ You know, I'm working on the criteria. No. Countries, no. كلا لم تتصل بأي دولة بعد. I would seriously think and worry about. ولكن في حال اتصل بأي جانب سأفكر ماليا إذا كنت سأشارك في تلك الدراسة. نحن نحاول أن نقوم بدراسة علمية بحتة ضمن المجتمع العلمي وننشرها في الصحف العلمية ويقرأها طبعا القراء الذين يركزون على هذه المسائل العلمية. ونحن طبعا نشجع المجموعات والفرق العلمية الأخرى على دراسة هذه الأفكار. Either sponsored or working for or answering too much to any political party. إذا كنت أود التعامل مع أي جهة سياسية أو مع أي دولة سنخسر الميزة وسنخسر السلطة التي نملكها نحن كعلماء. أوكي. على كل حال سننشر هذه الدراسة بكاملها على موقع الميادين. وسنحاول أن نروجها لأنها مهمة جدا في الواقع. لا أعتقد أن الكثير من المشاهدين العرب رأوها. هناك تجارب أعزائي المشاهدين أيضا على الأسرى في المعتقلات. النائب في الكنيسة الإسرائيلي داليا إتسك كشفت عام 97 قيام وزارة الصحة الإسرائيلية بإجراء تجارب على الأسرى وكذلك منحها بعض شركات الأدوية بتصريح للقيام بذلك. أجري حينها 1000 تجربة على الأسرى. آمي ليفتت رئيس شعبة الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية كشفت في العام نفسه ارتفاع بنسبة 15% في عدد التصريحات للتجارب على الأسرى. عبد الناصر فروانة مدير الإحصاء في وزارة الأسرى ونحييه كشف عن حقن إسرائيل للأسرى بأبر تؤدي إلى تساقط الشعر وفقد البصر أو العقل إضافة إلى العقم وغيرها. يؤكد أنه أكثر من 3000 أسير أجريت عليهم تجارب طبية. صحيفة البرافدا الحقيقة الروسية كشفت عام 2013 أمرا خطيرا، قالت إن إسرائيل حقنت المعتقلين الفلسطينيين قبل إطلاقهم بفيروسات خطيرة تؤدي لإصابتهم بسرطان البروستات وسرطان الكبد بعد خروجهم من الأسر. عيسى قراقع رئيس الهيئة العليا للأسرى قال إن إسرائيل حولت الأسرى إلى فئران تجارب. 30 أسيرا تقريبا يعانون من المراحل الأخيرة لمرض السرطان وسلطات الاحتلال تماطل بعرضهم على الأطباء وفق وزارة الأسرى. ونستمع إلى رئيس نادي الأسير الآن الفلسطيني قدورة فارس يتحدث للميادين حول الاختبارات الطبية على الأسرى. يعلم الجميع أن أكثر من لجنة تحقيق دولية جاءت إلى فلسطين من أجل أن تحقق وإسرائيل رفضت، وكان آخرها اللجنة البرلمانية من برلمان الاتحاد الأوروبي من البرلمان الأوروبي التي وصلت إلى هنا واستمعت إلى شهاداتنا. إسرائيل رفضت أن تدلي أمامها بأي شهادة ورفضت أيضا أن تدخل أي سجن من السجون، ولذلك هناك يعني صندوق أسود اسمه السجون وطواقم إدارة السجون. ما لم يفتح هذا الصندوق الأسود ستبقى ادعاءاتنا يعني تحتاج إلى فحص. نحن متيقنون لأن ذلك على جلودنا ويعني نعرف أن إسرائيل فعلت ذلك. هذا الصندوق الأسود يعني سيأتي يوم ويفتح وسيشمئز العالم من حجم الجرائم التي اقترفتها إسرائيل تحديدا في مجال الرعاية الطبية. أكيد سيأتي يوم وستحاسب إسرائيل لأنه في ناس شرفاء مثل البروفيسور مندوكا والدكتور غسان وحضرتك. مسؤول مصلحة المياه في غزة منذر شبلاق يتحدث أيضا للميادين حول تلوث المياه جراء الاحتلال والتأثيرات على الحالة الصحية، علما أن أقل من 10% فقط في غزة صالحة للشرب. معظم آبار قطاع غزة حاليا نسبة الكلورايد فيها وصلت إلى حوالي 1500 ملغرام في اللتر، وهذا اللي ربما ما يشعر فيه أكثر المواطن الغزي بارتفاع نسبة الأملاح في مياهنا. بالتالي الحديث عن 95% من مياهنا غير صالح استخدام الآدمي ربما الآن أصبح يتحدث عن بحلول عام 2015-2016 إلى أكثر من ذلك، وصول إلى 100% مياهنا لن تصبح صالحة لاستخدام الآدمي. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. دكتور غسان، هل غزة تستطيع بمستشفياتها أن تقاوم؟ بالوضع الحالي يجب دعم القطاع الصحي بغزة لزيادة كفاءته عن طريق إجراء
إقامة برامج تدريبية للطواقم الطبية، زيادة قدرته الاستيعابية خصوصا بمناطق مثل جنوب قطاع غزة برفح، زيادة عدد المستشفيات التخصصية، زيادة عدد الأسرة، ويجب الإعداد للمعركة المقبلة. نحن نعلم أنه إسرائيل تعد للمعركة المقبلة، القطاع الصحي الفلسطيني جزء أساسي من المعركة، قدرة صمود الشعب الفلسطيني يعتمد على هذا القطاع. طيب بشكل سريع، كنت حدثتني عن تجارب أسلحة إسرائيلية معينة. احنا بنعرف من 82 لما استخدمت إسرائيل لأول مرة القنبلة الفراغية ببيروت، انه مؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية تستغل الحروب لهدفين: واحد إجراء تجارب، ثانيا لتسويق الأسلحة اللي بتبيعها. بعد كل حرب بيصير في زيادة بمبيعات الصناعات العسكرية الإسرائيلية من الأسلحة اللي استخدمت بالحرب، وبيصير في تطوير لبعض الأسلحة. يعني القنبلة الفراغية اللي استخدمت ببيروت ب 82 ظهرت بالعراق بال 2003. طيب انتهى للأسف الوقت. دراسة إسرائيلية أو عفوا دراسة فلسطينية تقول إن إسرائيل تقوم بدفن أكثر من 50% من نفاياتها النووية والكيماوية، تقريبا 3 ملايين طن في الأراضي الفلسطينية. الدراسة أعدها الباحث الفلسطيني جابر الطميزي، منسق اتحاد المزارعين في مدينة الخليل، ربما نستضيفه في حلقة مقبلة. شكرا جزيلا لك بروفيسور مادونكا. أنا أود كنت أن نتحدث أطول، انتهى الوقت للأسف الشديد. عندك شيء تعليق؟ But I have to say one thing. Say it please. I strongly recommend that very soon Gaza will be the first register and laboratories. أنا أنصح بالحصول على مختبرات لتحليل الأمراض الوراثية في غزة. وطبعا في وقت قريب سنحصل على سجلات لكل الولادات في غزة. إذا أردنا أن ندرك ما سيجري وما يجري وكيفية الحال، علينا أن نضع هذه السجلات. يمكننا أن نجد حلول لبعض الأضرار، وذلك طبعا إذا ما توفرت الموارد، وبالتالي سنسجل كل هذه المعلومات ونوثقها لنتمكن من توفير الحل. شكرا لك بروفيسور مادونكا، شكرا لك دكتور غسان، شكرا للأستاذ حسن، وشكرا للسيدة بوم الدين. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، في الحلقة المقبلة إن شاء الله لبرنامج لعبة الأمم ستكون معكم في الأربعاء المقبل، وسنكون على الموعد دائما. شكرا لكل من شاهد هذه الحلقة، وإلى اللقاء قريباً.